النهارده وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني اعلنت عن فتح باب التقدم للمعلمين والاداريين للالتحاق بفريق عمل المدارس التكنولوجيه التطبيقيه بمختلف محافظات الجمهوريه. دكتور محمد مجاهد نائب وزير التربيه والتعليم لشؤون التعليم الفني اكد على الجهود اللي بتقوم بها الوزاره نحو التوسع وزياده عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقيه بمختلف محافظات الجمهوريه لاتاحه مزيد من الفرص للطلاب والمعلمين للالتحاق بها. معانا على التليفون دكتور عمرو بوصيله مدير وحده مدارس التكنولوجيا التطبيقيه. دكتور اهلا بيك، ويعني في البدايه عايزينك تقول لنا ايه الموعد المحدد لتقدم المعلمين والاداريين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقيه وشروط القبول ايه؟ بحيي سيادتك على تحت الفرصه لان احنا نشرح اخواتنا وزملائنا المدرسين والمعلمين في قطاع التعليم الفني عن امكانيه التحاقهم بمنظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، المنظومة الأحدث في مدارس التعليم الفني على مستوى الجمهورية في كافة التخصصات. في الحقيقة الإعلان نزل النهارده بخصوص مدارس والخمسة الجداد في محافظات السويس والمنيا والجيزة والإسكندرية والقاهرة. الحقيقه المدارس دي بدءا من اليوم وحتى يوم 9 سبتمبر متاح لجميع الاخوه الزملاء في قطاع التعليم الفني التقدم للالتحاق بهذه المدارس، وهيكون في اختبارات ومقابلات شخصيه للساده المدرسين. التقديم بيكون عن طريق الموقع الالكتروني للوزاره زي ما هو موضح في الاعلان اللي نزل النهارده على الصفحه الرسميه للوزاره، وان شاء الله باذن الله يعني يكون للناس الاكثر كفاءه القدره على الالتحاق بهذه المنظومه، لان دي بتوفر ليهم طبعا جو متميز في العمليه التعليميه طبعا على التدريب على احدث النظم والمنهجيات في التعليم الفني، بالاضافه للحوافز الماديه والمعنويه اللي بيتحصل عليها المدرسين عند التحكم بمستهدفين المدارس. لاي مدى المدارس دي بتسهم في تحقيق رؤيه الدوله للتنميه المستدامه 2030؟ في الحقيقه المدارس دي بتخدم رؤيه الدوله واهداف التنميه المستدامه 2030، لان هي بتوفر الفنيين المتميزين الذين يستطيعون الالتحاق مباشره بسوق العمل دفعا، يعني بتؤهل طلابها للي محتاجه سوق العمل، تاهيل مباشر فضلا على امكانيه تحقيق طموحاتهم من خلال الالتحاق بمدارس بالجامعات التكنولوجيه اللي انشاتها الدوله حديثا، واللي سيادتك اشرت اليها في مقدمه البرنامج بتاع سيادتك. الحقيقه هنا دي نقطه مهمه جدا، زي ما بيحصل في كل دول العالم المتقدم الطالب بيبقى يلتحق بنوعيه التعليم اللي هو بيرغب فيها واللي هو بيحبها اللي هو التعليم التكنولوجي والتقني في مختلف المجالات، ومن ثم يستطيع بعد انهاء دراسته اللي هي 3 سنوات أو 5 سنوات ان يكمل مشواره العلمي وطموحه في الارتقاء في سلمه الوظيفي في اي مؤسسه من المؤسسات سواء كان القطاع الخاص او القطاع العام عن طريق التكمله سنتين فسنتين، يعني بياخد 3 سنين دبلوم ثم سنتين دبلوم في المتوسط ثم سنتين اخيرتين ياخد فيهم بكالوريوس تكنولوجي في المجال اللي هو متخصص فيه وبيفضل. ممتاز. طبعا ده جانب بجانب عمله في المؤسسه او حتى في العمل الخاص اللي لو كان هو له رغبه في انه يفتح المشروع الخاص بيه. هايل، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو بوصيله مدير وحده مدارس التكنولوجيا التطبيقيه، شكرا ليك.